بيا عبد الله في دقائق 80. درسنا اليوم هو بيرفكت، درس لذيذ جدا. بيرفكت وياي بيرفكت هو الزمن الماضي. عندنا شكلين للماضي بالالماني، اليوم راح ناخذ منه الشكل الاول هو البيرفكت الماضي. يعني ما بدي ترجم للعربي، ماضي التام. والله ماضي التام اسم عد، خلاص ماضي بيرفكت وخلاص. تمام. اذا بتتذكر درس المودال فيرب، مودال فيرب كان بيحتل الموقع الثاني وبياخذ الفعل لاخر الجمله ورجع لصيغه المصدر، هون عندنا نفس المبدا. تمام، بس في اختلاف. اخر جمله بارتيزيب 2. التصريف الثاني، الموقع الثاني يا ما راح يجي هابن يا ما راح يجي الفعل يكون، الفعل زين يكون. تمام، والفعل بيسفره لاخر الجمله وبيرجعه للتصريف الثاني. التصريف الثاني يعني انت عيفك من الترجمات العربيه، خلاص انت احفظ الاشكال. ها مثلا heute اليوم راح ادرس الماني ساعه، راح ادرس ساعه الماني. heute lerne ich eine stunde deutsch. اليوم راح اتعلم ساعه الماني، راح ادرس ساعه الماني، يعني معنى يتعلم ومعنى انه يدرس بالبيت. heute lerne ich eine stunde deutsch. stunde يعني ساعه، eine stunde واحد. اذا بدي اعمله ماضي يا اما هالشكل يا اما هالشكل. شو الفرق بين هالشكلين؟ الشكل الثاني مع افعال الحركه، افعال فيها انتقال من مكان لمكان وفيها حركه، مثل فعل gehen فيها حركه، فاغن يسافر في حركة، في انتقال، يطير فليجن في انتقال، يسبح في انتقال، بيجي كومن في انتقال. الأفعال اللي فيها حركة فيها انتقال، وفي غير أفعال كمان شوي بس أفعال قليلة تاخذ زين. تمام، فما تبقى تاخذ الفعل هابن. شو معنى هالحكي وهالصرعة كلها؟ الزمن الماضي زي بتكون امبارح، اليوم درست، رح ادرس الماني ساعة، امبارح درست الماني ساعة، امبارح جيستر. ها جيستر. وهي ايش؟ رح يجي معنا يا اما هاد يا اما هاد، وعندنا الفعل درس ما له فعل حركة، ما له من الافعال اللي بتجي مع زين. الافعال اللي بتجي مع الفعل زين راح ناخذه بالدروس الجاي، بس انه احفظها حاليا انه الافعال اللي فيها انتقال. تمام، لرن بيجي معه الفعل هابن وبتصرف حسب الضمير ايش هذا. تمام، اخذناه ايش هذا. جيستن هابي ايش، راح يسفر الفعل لرن لاخر الجمله وبيرجعه للشكل. فعل لرن هون عندنا الفعل الاساسي للجمله، روح لآخر جملة وبرجع للشكل للتصريف الثاني. ها شو هو التصريف الثاني من الفعل learn؟ هذا هو جزء الفعل learn بدون لاحقات. ضيف أول شيء جي وآخر شيء تي. ها هذا هو التصريف الثاني للفعل learn. Gestern habe ich eine Stunde
Deutsch gelernt. امبارح درست بالماني هيك. امبارح درست ساعة ألمان. أنا درست ساعة ألمان. مع التصريف الثاني للفعل دائما بنضيف أول شيء جاي، مو دائما بس جاي رح أفوت بالقواعد منيح إن شاء الله، رح نلاقي سهولة ما نلاقي صعوبة. وآخر شيء يا ما نضيفته بنترك جزء الفعل، هلا عندنا فعل ليرنن هذا اسمه جزء الفعل. تمام، كل أفعال كومن مثلا هيك اللي بتنفعل وبتنتهي بال ام اي ان هذا اسمه جزء الفعل. جزء الفعل بنتركه تمام، بنضيف اول شيء جي اي وبنضيف اخر شيء يا اما تي يا اما اي ان. بس تيجي تقول لي شلون المي شلون نعرف اذا اخر شيء نضيف تي ولا اي ان، ما بعرف ولا حدا بيعرف، هدول حفظ تمام. رح نعتمد على مبدا التكرار، تكرار يثبت الافكار. والدروس قدامنا طويله والفعل ليرن اقل شيء راح يمر معنا 10 مرات وكل فعل هيك ها ان شاء الله ما راح نلاقي صعوبه. بس هابي ايش اينشتين دوتش كليان درست هيك شكل. بس الشيء الحلو فيه انه ما بيفرق بين الجمع والمفرد المؤنث وال خلص. مثلا جيستر درسنا الماني فيه eine Stunde Deutsch. حتى مع الجمع راح يصفر الفعل لاخر جمله بياخذ نفس الشكل، مفرد جمع شو ما كان خلاص. التصريف الثاني قال لي يعني قال ليها جليات. ها بس شو راح يفرق هون؟ هذا فيا بياخذ هابن، اخذناها فيا هابن جمع فبصير المصدر. جستن هابن فيا اي شتوند دويتش كيلنت، امبارح درسنا ساعة الماني. مثال ثاني ايش اس بانانا، انا باكل موزة. هسه اين بنانا، اذا بتقول امبارح اكلت موزه بالماضي جستر هاي ايش فعل اسم انت قاعد وعم تاكل ما في انتقال بيجمعوا هابن تمام. ايش هذا راح يسفروا لاخر جمله، سفر الفعل لاخر جمله ورجعوا لشرط التصريف الثاني. كمل الجملة هاي أينه بنانا، شو التصريف الثاني للفعل اسم؟ جيجيسن جيجيسن. التصريف الثاني للفعل اسم جيجيسن جيستر فيا أينه بنانا جيجيسن. خلاف هون هذا مع الجمع والمفرد ما في اختلاف، بس الضمائر وتصريف الفعل هابن بيختلف. تمام، التصريف الثاني من الفعل اسن جيجسن يعني والله حلو يعني صح، في اختلاف شوي شاذ يعني بعيد عن القاعده. الافعال الشاذه قليله يعني مثل جيجسن جيجانجن ما في كثير افعال هيك، هذول مع التكرار وخلاص زرعوها بداخلنا. تمام جيجسن. هلا مع فعل بيكون فيه حركة مشان ناخذ الفعل زين. ناخ ونتريشت جيه لا لا تتنهد ايش ناخ هاوزة. بعد الدرس واحد راح اروح على البيت، نخاوز للبيت راح
البيت. ناخ بيجي بعده داتيف وده ده. Nach dem Unterricht gehe ich nach Hause. بعد الدرس راح اروح على البيت. Unterricht اخذنا الدرس سابق. هلا اذا بدي اعمله ماضي gestern. وهي ايش؟ عندنا الفعل الاساسي gehen. تمام؟ فعل gehen فعل فيه انتقال. انتقال من مكان لمكان، من الدرس للبيت. فيه انتقال. راح ياخذ الفعل sein، الفعل يكون. ايش مع الفعل يكون؟ ايش بين، مستر بين. Gestern bin ich. راح يسفر الفعل لاخر الجمله. اعتقد جمله طويله. وصلنا هون. ويرجعوا للتصريف الثاني، التصريف الثاني للفعل gehen، gegangen. gegangen، حلو. gegangen. ها؟ وتكمل الجملة. gestern bin ich آخر الجملة gegangen nach dem Unterricht nach Hause. ها؟ gestern bin ich nach dem Unterricht nach Hause gegangen. امبارح بعد الدوام رحت على البيت. رحت على البيت. بين جيراندن. امبارح رحت على البيت. بين ايش؟ جيراندن. رحت بمونتر ايش؟ نا خاوزي. ها؟ هاي رحت. هيك بالالماني هيك. اصطياف. بس حلو والله عجبني يعني. جيراندن بالقسم. واليوم اخذنا افتح يا سمسم. ليرنن. التصريف الثاني gelernt. gelernt. essen gegessen. gehen gegangen. هذول مع التكرار بس مفروض بالنصوص والهي ما عاد نوقف عليه شغلات بس دوام راح يرتفع. هلا بدنا نفوت بالشارع. عندنا رقم واحد der der Bus الباص der Bus الباص. عندنا رقم اثنين موقف الباص دي بوس halte stelle. دي بوس هالتشتيلي. هالتشتيلي يعني موقف. بوس هالتشتيلي موقف الباص. رقم ثلاثة داس اوتو. داس اوتو. داس اوتو سيارة. رقم اربعة ديا يعني باوم شجرة. دي بويمه اشجار. بويمه اشجار. بويمه الجمع الاب تحول الاي ونضيف اي. بويمه اشجار. دي ها دي بويمه. رقم خمسة الغازية فصحى محطة الوقود. تمام؟ في ناس ما بيجوز ما تفهم في سوري. خمسة دي تانك شتيلة. دي تانك شتيلة غازية. دي تانك شتيلة. تانك يعني تخزين يخزن. يعني تانكا يزود يخزن.
عندنا الستة هو هذا الموضوع الغازية بتلاقيه مثل خزان اللي بتعبي منه بنزين اسمه دي اسمه شوي بايخ دي تصف زويلة زويلة لحاله عمود عمود يعني زويلة عمود دي تصف زويلة هو هالمضخة مضخة البنزين يعني تمام اللي بتضخ فيها البنزين عندنا هاي المسكة بيجي معها خرطوم بتشيلها من هاي المضخة وبتحطها بالسيارة هاي مو مرقمة المهم مسكة ديا تف هن هن يعني صنبور يعني حنفية تمام ديا تف هن دي تف زويلة هي مضخة البنزين المسكة اسمها دي تصف هان تمام دي تانج شتيل غازي تانج شتيل غازي عندنا الرقم 7 والمصباح الفانوس تبع الشارع اللي بده يضوي الشارع دي لاتيرن دي لاتيرن هو المصباح او الفانوس عندنا رقم 8 ورقم 9 رقم 8 عندنا صاحب الظل الطويل وهالمجنونة جودي أموت صاحب الظل الطويل هو فوس جينجا فوس جينجا ديا يعني المشاة له المشاة ذكر فوس جينجا صاحب الظل الطويل وأنثى دي فوس جينجا غين عزيزي صاحب الظل الطويل حلمت بالسعادة تمام ده فوس جينجا دي فوس جينجا غين المشاة ذكر وأنثى المشاة هنا رقم 10 der Parkschein Automat Park هو البارك بالله بارك يعني صف السيارة Parkschein Automat Automat هي الماكينة Parkschein Automat يعني الماكينة تبع التذكرة الماكينة اللي بتسحب منها تذكرة مشان تصف السيارة تمام هون بألمانيا إذا بدك تصف سيارة لازم تدفع يورو على الساعة هيك شيء من هال شو اسمه هال ماكينة بتسحبها إذا إجا الشرطي وتفرجي بطاقة ما بيحكي معك أنه ليش موقف سيارتك في معك بارك شاين تقول له إيه معي وإذا ما كان معك بارك شاين بده يعطيك دير شتراف تسيتل مخالفة شتراف Zettel. كلمة واحدة. Der Strafzettel. مخالفة المرور. تمام. Der Strafzettel. عنا 11. قبل 11 بوقف الكاميرا. 11 عنا لافتة المرور داس فيركيرس شيلد داس فيركيرس شيلد فيركير مرور شيلد لافتة فيركيرس شيلد لافتة مرور تمام كلمة مركبة عندنا 12 هذا مخطط المدينة Der Stadtplan, مخطط المدينة. Stadt, مدينة, Plan, مخطط. Der Stadtplan, مخطط المدينة.
عندنا 13 هو هاد فوس جينجا اوبريك، هو معبر المشاة بألمانيا. إذا أي حدا من هدول صاحب الظل الطويل إذا وقف هون بحق له يعبر، والسيارة هون لازم توقف له. ها ديا فوس جينجا اوبريك، فوس جينجا اوبريك. ها في له اسم تاني بالعامية كمان اسمه ديا تيبرا شترايفن. سيبرا هو حمار الوحشي، سيبرا هو جاي مثل حمار الوحشي كلمة واحدة. سيبرا شترايفن، شترايفن يعني شريط، شريطة حمار الوحشي. تمام اسم عامي. ها الأساس اسمه فوس كينجا إيبابيك، معبر المشاة. تمام عندنا 14 14 هو الدوار المرور ديا كرايس فيركير. كرايس يعني حلقة، دوار فيركير دوار المرور، فيركير مرور، المرور العام، النقل العام، شو اسمه، مرور فيركير مرور. كرايس مرور هو الدوار. وعندنا هذا 15 15 رجلا ماتوا من اجل صندوق دي. فيركيرس انزل 15 فيركيرس انزل يعني جزيرة، انزل جزيرة، فيركيرس انزل يعني جزيرة المرور، جزيرة الكنز. جون سيلفر. تمام جزيرة المرور. في ليلة يصبح فيها البدر مكتملا، ضربة جرس واحدة، دار فلين فوق مركز الشيطان، 45 درجة من العين اليسرى للجمجمة. هذا كان لغز جزيرة الكنز. أسأل الله أيام الطفولة. عندنا 16 دي أمبل. أمبل هو إشارة المرور. دي أمبل إشارة المرور. 17 هو الرصيف تاع جيفيك. تاع جيفيك الرصيف. جيفيك الرصيف. طلشي 18 دي تخيبي. تخيبي الدرجة خدناها بالدرس السابق. دي تخيبي الدرجة. صفر عنا شغلات مثل جسر. ما ضل مكان للرسم حتى ارسم جسر. الجسر هو دي بروكة. بروكة بالمانيا في كثير جسور، جسور هون بروكا، دي بروكا الجسر. دا فايلا هو، فايلا هو الدعامة تبع الجسر. فايلا يعني دعامة، كل جسر فيه له عواميد مشان الدعم اسمه دا فايلا. عندنا هون مثلا إذا جينا عملنا هيك صار اسمه تقاطع. تقاطع اسمه دي كرويتسونغ ان تقاطع. كرويتسونغ تقاطع. وعندنا الطريق العام للسيارات اسمه دي فاربان. فاربان. ها دي فاربان. كافي اليوم. بدنا منكم الهمة لنشر الدروس، وإن شاء الله بشوفكم خير والدروس جاي يعني.